الحقيقة مبادرة سفراء الجزيرة هي بشكل واسع هي ناجحة جدا، سواء كان في المغرب أو في بلدان أخرى. الفكرة هي التجاوب مع الطالب في مجال الإعلام أو المهتم بالشأن الإعلامي، لأن ميدان الصحافة يبقى ميدان صعب بالتجارب وبتحديات كبيرة الآن، خصوصا في ظل الآن دخول الإنترنت في هذا المجال، دخول الرقميات في هذا المجال. فبالتالي سفراء الجزيرة ربما المهمة هنا في جامعة أكادير هي توصيل رسالة على أن هذا مسارنا، هكذا أنجزناه، هكذا نفذناه، فبالتالي نحن ربما نفتح القوس ونسعه بتجاربنا التي نعيش يعني كل واحد منا من سفراء الجزيرة، ثم ننقل هذه رسالة لطلبة أكادير. وأنا حقيقة شخصيا منبهر بالقطب الجامعي هنا في أكادير، لم أكن أتصور أنه مبني بهذه الطريقة وبهذا الشكل. الاحتراف في التنسيق، الاحتراف في التنظيم، كل هذه أمور حقيقة تشجع على انطلاق هذه الدورة في شكل يعني جيد إن شاء الله.